السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم لبيبة من قناة كتاب وحرفة. مرحبا يا أصدقاء، واليوم رح نحكي عن حصاد قراءات 2021 أخيرا. هذا الفيديو من الفيديوهات اللي كنت جدا جدا متخوفة من القيام بها، لأنه لما بحكي عن حصاد قراءات 2022 معناته بدي أقعد أحكي عن 96 كتاب معظمهم لم أقدم لهم مراجعات على القناة، يعني عم بحكي عنهم لأول مرة. فلذلك كنت متخوفة من طول الفيديو، من كثرة الحديث عن الكتب في هذا الفيديو، فقررت أني أحاول أختصر قدر الإمكان. ولو سجلت الفيديو على أكثر من جلسة لن أشعر بالندم أو مش رح أعاتب نفسي. في 2021 كانت سنة حافلة بالنسبة لي على جميع الأصعدة، ومع ذلك تمكنت من قراءة 96 كتاب. 96 كتاب أذكر أني أنهيتهم في بداية شهر 12، وقررت التوقف عن القراءة. ما بدي أوصل لرقم 100، مش فارقة مع الأرقام، بدي أعمل أشياء تانية وأستكشف أشياء أخرى. وفعلا يعني تركت القراءة حتى تقريبا أسبوعين من شهر 1، وكانت يمكن هاي من أكبر فترات التوقف، ولم تكن فترات التوقف الوحيدة عن القراءة في هذيك الفترة. يعني توقفت أيضا عن القراءة في سنة 2021 أكثر من مرة، وكانت تصل لثلاث أسابيع فأكثر في كل مرة، ومع ذلك استغربت أني قدرت أخلص 96 كتاب. وفترات التوقف اللي كانت تجيني عن القراءة بصراحة ما كنت أتضايق، يعني كنت أحس أنه يعني it's time for me، هذا وقتي، هذا وقت أستكشف أشياء أخرى، أو هذا وقت أعبر فيه أنا عن مشاعري. مع ذلك تمكنت من قراءة 96 كتاب ب 29,000 صفحة، يعني أكثر من معدل قراءة مرق علي. يعني صحيح كنت أقرأ 100 كتب في بعض السنوات، 100 كتاب في بعض السنوات، لكن لم تكن عدد الصفحات بهذا العدد، لم يكن معدل تقييمي للكتب مرتفع أيضا بهذا العدد. كل كتاب مما قرأت تقريبا كان أكثر من 300 صفحة لو بدي أنا أعمل أفرج، وكان الريتينج عندي 3.8، وأنا بعتبره أي شيء فوق 3.7 وفوق كتير مرتفع، يعني تقييم جدا مرتفع للكتب اللي أنا قرأتها. هذا بشكل عام عما قرأت. خلينا نحكي هلأ عن أكبر الكتب اللي قرأتها في 2021. من الكتب الضخمة اللي قرأتها في 2021 حسب الجودريتس، أكبر كتاب كان كتاب عاصفة السيوف، وهو الجزء الثالث من أغنية الجليد والنار، اللي فيه إحنا بنتعرف على الشخصيات الرمادية بشكل أكثر في هذا الكتاب، وبنبدأ نتعاطف معهم. ما بقدر أحكي لكم تفاصيل كثيرة عنه لأنه هو جزء ثالث من السلسلة، فبالتالي رح أحرق لكم السلسلة، لكن فيه الكثير من القتلى والكثير من الدماء كعادة جورج أر مارتن. فيه بنتعرف على شخصيات أخرى يمكن التقيناها بالأجزاء الأولى بس ما كان لهاش أدوار كبيرة، في هذا الجزء رح يكون لها أدوار أكبر. في الحقيقة ما كانش هذا الكتاب هو أكبر كتاب أنا قرأته في 2021، لأنه فعليا أنا قرأت الجزء الأول من هذا الكتاب في سنة سابقة، بينما أضخم كتاب فعليا هو كتاب متاهة الأرواح لكارلوس زافون، ترجمة معاوية عبد المجيد، الجزء الرابع من سلسلة مقبرة الكتب المنسية، السلسلة الأشهر ما بين القراء. قرأت مقبرة الكتب المنسية كاملة، وكان من قراءاتي أني أنا أعدت قراءة كتاب ظل الريح مرة أخرى، قرأت وراء لعبة الملك، ثم سجين السماء، وآخر إشي كان في عنا متاهة الأرواح لكارلوس زافون. يعني كل جزء من هذه الأجزاء أتوقع أنه في له مراجعة على القناة، فبالتالي مش رح أحكي عنها بالتفصيل. هي المقبرة للكتب المنسية مش بتلعب الدور الرئيسي فيها، كنت أتمنى أن يكون في كتاب مخصص للمقبرة بحد ذاتها، يعني لهذه المكتبة العجيبة الغريبة اللي أصلاً جذبتنا للعبة كلها في الأجزاء الثلاثة. لكن الشخصيات الموجودة هون فريدة للغاية، بالنسبة لي بعتبرها شخصيات إشكالية مش مثالية 100%، حتحبها على الورق لكن ما أتوقع أنه حدا فيكم يحبها إذا التقاها عن جد على أرض الواقع. يعني ما أخذي على كارلوس زافون أنه في عنده قالب محدد للشخصيات النسائية لازم يحطها فيه، يعني عند الشخصية النسائية عنده تتنقل من ألف لبالجي، ما فيش غير هيك شو ما كانت الشخصية النسائية، فهذا هو المأخذ الوحيد اللي عندي على هذه القصة. الكتاب الضخم التالي اللي حابب أحكي عنه وإني أنا مبسوطة إني أنا قرأته في 2021 اللي هو Under the Dome لستيفن كينغز، بعضكم بيعرفه من المسلسل المشهور والمأخوذ عن الرواية، وأعتقد إنه ذا نهاية مختلفة. في Under the Dome في عنا قرية أمريكية تنزل عليها قبة
سماوية، قبة بتظل القرية. هاي القبة اللي بتحيط في القرية من فوق ومن تحت من جميع الجهات غير معروفة، يمكن تكون كهرومغناطيسية بس مصدرها غير معروف. وبتبدأ المدينة أو القرية هاي تتحول ليوتوبيا ديكتاتورية. كيف الناس اللي فيها بدهم يعيشوا، الخوف من إنه نقص المصادر والمصير المأساوي اللي بالأخير رح ينتهي إله هذه أهل سكان هذه القرية. كانت القصة يعني عن جد فيها تفاصيل في البداية كتير حلوة، بس حسيت انه في النهاية ستيفن كينج قد ما ذكر تفاصيل وعاد مشاهد من البداية من وجهة نظر مختلفة، حتى من وجهة نظر الحيوان، لكنه في النهاية حسيته زهق وصار بده يلا بكرفة النهاية كيفما كان. النهاية كانت صادمة بالنسبة لي، ومع ذلك بقيت القصة بصراحة ممتعة. القصة بلس 18 زيها زي كل الكتب التي ذكرت من قبل. كتاب آخر ضخم أنا مبسوطة إني أنهيته، وهو أكيد من مفضلاتي في 2022، كتاب دبابة تحت شجرة الميلاد لإبراهيم نصر الله، الجزء الثالث والأخير من ثلاثية الأجراس لإبراهيم نصر الله، واللي منتابع فيه قرية فلسطينية حاولت إنها تقاطع المنتجات اليهودية وإنه يكون في لها منتجاتها الخاصة، وبالتالي إنها تحتج بطريقتها وتنتفض بطريقتها الخاصة. وهذه القرية الفلسطينية بالأشياء الصغيرة البسيطة اللي كانوا يعملوها أهلهم يوميا في مقاومة الاحتلال، واللي هي الأشياء اللي كانت تكرس صمودهم اليومي. ما في عنا حدث والله كتير واو في القصة، إحنا عم نتبع در ولا الأحداث وبعدين نزول، لا، هي قصة الحكاية اليومية الفلسطينية. فلذلك بالنسبة لي كانت عذبة ومؤلمة، وياما بكيت معها وأنا عم بقرأها. قرأتها ببطء شديد لأني كنت مستمتعة جدا، ما بدي هذا الكتاب يخلص مني. من الكتب الضخمة أيضا اللي أنهيتها، اللي هو الجزء السادس والسابع من هاري بوتر، هاري بوتر اند ذا هاف بلاد برنس وهاري بوتر اند ديثلي هاوز. قرأتهم بالإنجليزية، استمعت إليهم بالعربية في نفس الوقت بصوت سمعان فرغلي على تطبيق مكتبتي المفضلة مكتبة شومان، وأنهيت السلسلة. ودعنا هاري بوتر، لأول مرة بنقرأ الجزئين منفصلين، يعني كنا متحمسين لقراءتهم في البيت، ما بقدر أحدد مين الجزء المفضل لدي حتى اللحظة. من الكتب اللي كمان ضخمة قرأتها وبتشبه هاري بوتر اللي هي كتب سيبتموس هيب، اللي هي كتاب عن الابن السابع للساحر السابع اللي يفترض إنها الساحرة العظيمة تدربه. قرأت أجزاء الطب والرحلة والطيران، والأجزاء الثلاثة بتحكي كانت تقريبا مترابطة نوعا ما، بتحكي عن السفر عبر الزمن، لأنه هذا البطل رح ينشفت للماضي وبعدين أصحابه وأصدقائه رح يقدروا ينقذوا ويجيبوه للمستقبل، فعلى مدى هاي الأجزاء الثلاثة. طبعا هو الكتاب أيضا كبير، يمكن من 7 أجزاء مجرد أو 8، بمجرد ما أنهي إن شاء الله بلكي عملنا لكم فيديو عنه ومقارنة بينه وبين هاري بوتر، لأنه البيت مقسوم لنصفين هلأ، نصف بحب سبتموس هيب وأنه سبتموس هيب، ونصف مازال متحيز لهاري بوتر. بالنسبة لي أنا بشوف كتابة هاري بوتر أروع، يمكن سبتموس هيب فيه أشياء كتير يعني منيحة، بس الكتابة، ستايل الكتابة ممل وفيه تكرار كثير وفيه ذكر لمعلومات، توزيع المعلومات بطريقة غير صحيحة فيني أقول. هلا نرجع كمان لكتب ضخمة أخرى. من الكتب الضخمة اللي قرأتها واستعرتها من شومان كتاب أن تقرأ لليتا في طهران، قدمت له مراجعة على القناة، وكتاب كان أول لقاء لي مع خزعل الماجدي اللي هو الحضارات السامية المبكرة. وبصراحة حسيت أنا عم بقرأ مادة بحثية، كيف الشخص اللي عم بجمع معلومات وبعدين بده ينشرها في كتاب، بس مش منقح المعلومات تماما، بحيث انه ممكن انك تلاقي الفقرة عم تتكرر اكثر من مرة في اكثر من مكان. كان ممكن صياغة الكتاب بشكل افضل، لكن انا بالنسبة لي بالاخير يعني بقدر اقول اني انا استفدت من الكتاب، وهذا الشيء لم يمنعني من اني اقتني كتاب اخر لخزعل الماجدي، وناوية ان شاء الله كمل قراءاتي في هذه السلسلة. هيك احنا خلصنا الحكي عن اضخم الكتب، ورح ننتقل للحديث عن اقصر الكتب اللي انا قرأتها في 2021. اقصر الكتب اللي قرأتها حسب الجودريدز اللي هو سلسلة انا اتعامل، الكتاب الاول والثاني والثالث والرابع، العلاقات بين الاقران، بين البالغين، مع العواطف، والهوية والتقييم. كنت فخورة اني انا اعطي قراءة هذه السلسلة
ولم أعد قراءتها فقط، وإنما حولتها إلى منهاج إلكتروني، لأنه كان وقتها التعلم عن بعد، وبالتالي الإرشاد الذي يجب أن يكون عن بعد، حولتها لمنهاج إلكتروني طبقته على طلبة الصف الرابع والصف الخامس، وكنت فخورة جدا بالنتائج الخاصة فيها. وغير هذه الكتب القصيرة أيضا قرأت دوم ووتش. دوم ووتش عبارة عن مجموعة من القصص في أكثر من كتاب واحد، وكان في لها بلوج. هي قصص نوعا ما خيال علمي، فمناسبة أيضا لليافعين والأطفال. من الكتب القصيرة اللي قرأتها وكانت مفيدة جدا اللي هي كتاب I had a black dog و living with a black dog، كتابين بيحكوا عن الاكتئاب في حال كنت انت تعاني من الاكتئاب او بتعيش مع شخص بيعاني من الاكتئاب، موضحين ومبسطين على شكل رسومات بسيطة وتعليقات بسيطة في كل رسمة. كانوا من الكتب اللطيفة اللي انا قرأتها، لطيفة بالرغم انها عن الاكتئاب، اللي انا قرأتها في 2021. في كتب كمان صغيرة اني قرأتها هذه السنة، من ضمنها كتاب تنين الجليد، أعتقد أنه كان هيك اسمه، مستعار من شومان لجورج آر آر مارتن، وهو موجه في هذه الحالة للأطفال. أنا بصراحة عجبتني القصة. قصة بطلتها فتاة طبعا زي ما في تنانين للنار في تنانين للجليد، وهي بتكون صديقة لتنانين الجليد. بالنسبة لي كانت القصة لطيفة، بالنسبة لأطفالي اللي كانوا بتوقعوا نهايات مرحة وفرحة كعادة كتب الأطفال اكتئبوا بس قرأوا الكتاب. من الكتب الأخرى اللي أنا قرأتها أيضا وكانت قصيرة اللي هي سلسلة آل سبايدر ويك. سلسلة آل سبايدر ويك حاولت أحصلها لكني للأسف ما قدرت أشتريها، بطلت معروضة في جملون، ونهضة مصر ما إجت على معرض الكتاب في الأردن، فلهلأ ما قدرت أحصلها. قرأت منها العدسة السحرية وسر لوسيندا، والتنين قدمت لهم مراجعة على القناة، وهم من قصص الفانتازيا. اللي بحبوا قصص الفانتازيا هذه يا جماعة تصلح لجميع الأعمار من لطافتها. كتاب آخر قرأته اللي هو أحمد العقاد وآلة الزمن، قدمت له مراجعة على القناة، وكان رأيي إنه هو يفترض يوجه لفئة عمرية أصغر. ففي معرض الكتاب شرينا نسخة من أحمد العقاد، بس مش عارف مع إيش وتقية الإخفاء، أتوقع النسخة بنصف دينار فقط، اللي هي من يعني من النسخ الحكومية المدعومة، مكتوبة ومرسومة بطريقة كتير جميلة ومناسبة للفئة العمرية المستهدفة، فكانت النسخة بتهيأ لي مناسبة أكثر. برشح لكم تشتروها بتلك الطبعة، مش لأنها أرخص ثمنا فقط، ولكن إخراجها أطول بكثير، وواضح الفئة العمرية الموجهة لها أصغر بكثير من الفئة العمرية اللي إحنا لما استعرناها من شومان كانت فيها. هلأ ننتقل لإيش؟ ننتقل لبعض الكتب الصوتية اللي استمعت إلها في 2021. من الكتب اللي استمعت إلها صوتيا كان في عندنا كتاب سولف اوف هابي لكاتب مصري حط فيه معادلته عن السعادة بعد تجربته بفقد ابنه، موجود له مراجعة على القناة. حكاية سعودي في أوروبا، أتوقع إنه موجود في مراجعات شهر واحد، اللي هو عن طالب سعودي كيف بتنقل في أوروبا بأرخص الأسعار، بس هو ما عم بيشاركنا تجربته في التوفير، وإنما تجربته من المغامرات الفريدة اللي مرقت معه في أوروبا. هيا نشتري شاعرا كانت التجربة الأولى لإلي مع ألفونسو، وما كانتش كتير مريحة لأنه كنت عم بستمع صوت الكتاب مش بين ايدي، وفي اسقاطات كتير، فكنت حابه انه يكون الكتاب بين ايدي، زيه زي كتاب الضوء الازرق ايضا للبرغوثي اللي هو بيحكي فيه سيرته الذاتيه بطريقه صوفيه نثريه، فايضا لم يكن واضحا بالنسبه لي، فمش كتير استمتعت فيه. الكتب التي استمعت اليها على سبيل التجريب لاني ما كنتش ناويه اصلا اشتريها، بالرغم من انها لكاتبتي المفضله اللي هو كتاب قيس وليلى والذئب لبثينة العيسى، لانه هو من اولى كتاباتها وهو أقرب إلى تجربة نثرية بالنسبة إلها، وما كانش فعلا من مفضلاتي أو ما رسخش شيء منه في الذاكرة. كتاب آخر اللي هو مصر على كف عفريت، بصراحة كان جرعة مكثفة من الكوميديا المرتبطة بالعنصرية والتمييز. يعني أنت لما بتصنف البشر لأنواع معنا أو ضدنا وبتعمم هذه الأحكام، فأنا بعتقد أنه هذا نوع من العنصرية غير مثير للسخرية، غير مثير للضحك. التجارب الاستماع اللي كانت ممتعة اللي هو The Cat and the Hat and Other Dr. Seuss Stories، كان كتير تشكيلة القصص الموجودة فيه حلوة. واستمعت إلى قهوة باليورانيوم لأحمد خالد توفيق، وهو عبارة عن مقالات فريدة ولطيفة وخفيفة هيك جميلة. من الروايات الإنجليزية اللي استمعت لها كان في عنا Nearly Normal Family، موجود لها مراجعة على القناة، و The Hills You Win أيضا في إلها مراجعة على القناة، أتوقع أنه من قراءات شهر واحد هدول التنتين، و His and Her هدول الثلاثة يعني
بصراحة كانوا حلوين لطيفين، أتوقع إني أعطيتهم كلهم 4 نجوم، بس ما بقدر أوصي فيهم لأي حدا لأنه شوية في تحفظات على بعض الأشياء الموجودة فيها. استمعت أيضا جزئيا لكتاب الرحيق المختوم في حين كنت أنا أقرأ ورقيا مختصر الرحيق المختوم، واستمعت أيضا جزئيا للجزء الثاني من سكالديجوري بليزنت لأني قرأت الجزئين سكالديجوري بليزنت and he's the good guy و سكالديجوري بليزنت Playing with Fire. بصراحة كان من المفاجآت اللطيفة اللي اكتشفتها في 2021، وكان هدول الجزئين موجودين عندي في المنزل. هذا الجزء كان جدا جدا من مفضلاتي، أضحكني، خلاني عم حس إني عم بقرأ The Man in Black. من النوع اللي على فكرة اللي إذا أنت بتقرأ قراءة أولى القراءة الثانية حتكون أفضل. فالجزء الثاني كمان كان عليه نفس الوتيرة، يمكن أعطيت الأول 5 نجوم الثاني 4 نجوم مش فاكرة، بس الثاني يمكن لما استمعت له صوتي شوي فصلت لأنه كانت اللكنة إيرلندية حسب الأبطال وما كنتش متخيلة هاي إلهم الأصوات، فطلعني من المود، فاضطريت إني يعني بعد ما استمعت للجزء الأخير منه أو الثلث الأخير منه صوتي أرجع أقرأه مرة أخرى ورقيا. سلسلة حلوة. الإشي الوحيد اللي شوي مكركبني في هذه السلسلة اللي هي بتحكي عن فتاة رح تتعرف على هذه الشخصية اللي هو سكالديجوري، وراح ياخذها على يعلمها كيف يقاوموا الأشرار الموجودين بالعالم اللي إحنا كبشر ما بنكون إحنا منتبهين لإلهم. فهي حلوة بس مشكلتها انه هي طويلة طويلة، يعني انا لما فتحت يمكن فوق 10 اجزاء فيها، فمش عارف اذا راح اكملها لانه فكرة لما اشوف السلسلة طويلة يعني انا بدخل بالحيط، بحس انه التزام طويل الامد. بصراحة هدول هم الكتب الصوتية اللي انا استمعت اليها واذكرها. خلينا بما انه احنا حكينا عن كتب فاجأتني بحلاوتها زي سكالديجوري بليزن، نكمل معكم المجموعة الاخرى عن كتب فعلا فاجأتني بحلاوتها. وبشكل مختصر وسريع عن الكتب اللي فاجأتني بحلاوتها، اول كتاب اللي هو اطفال سكة الحديد اللي هو له مراجعة على القناة، كتاب عذب ومخصص للاطفال لكنه يصلح للبالغين، وانا هذا الكتاب بكيت معه. الكتاب الثاني اللي هو متعة القراءة، كتاب تناولته بشكل غير مخطط له في ماراثون القراءة في مكتبة شومان، وروحت على السريع أجيبه من معرض الكتاب قد ما هو كتاب رائع، وحتلاقوا له أيضا مراجعة في القناة في 3 كتب لمحبي العشاق الكتب والقراءة. والكتاب الثالث اللي هو كتاب علمي، ماذا لو، في ماذا لو اللي هو نفس العنوان يعني بقول لك إنه إجابات علمية جدية عن أسئلة افتراضية غير معقولة، حتلاقوا له أيضا مراجعة في أحد فلوجات القناة إن شاء الله إذا بتذكر. بحط لكم كل الاشياء اللي حكيت عنها في صندوق الوصف حتى تقدروا تدخلوا للفيديوهات بسهوله. فعليا هدول الكتب انا تناولتهم بشكل غير مخطط له ووصلوا لقائمه مفضلاتي، فهذا هو اجمل ما يكون انك انت تلاقي كتاب صدفه ويفاجئك بالتوقعات اعلى مما تظن. الكتب اللي خيبت ظني يا جماعه، اول اشي كاتب اللي هو سيدني شلايدن. سيدني شلايدن ياما سمعت عن كتاباته انه هي فاست بيس وتخلص الكتاب بسرعة ومثيرة وكذا، اوكي ماشي هي فاست بيس بس فيها مشاهد غير لائقة غير ضرورية على الاطلاق. تنين القيم اللي عم بيروج لها ايضا لا تتفق معي، حتى الافكار الاخلاقية الاخرى والقيمية الاخرى الموجودة في داخل الروايات ابدا يعني ما كانت موافقة لإلي. التنين على فكرة قدمت لهم مراجعة على القناة، صدفوا إنه ساند أوف تايم، ذا ساند أوف تايم أتوقع موجود في أحد المراجعات الشهرية، و ويند مايلز أوف ذا جاد أوف جادز، ويند مايلز أوف جادز موجود له مراجعة في أحد الفلوجات اللي موجودة، فلوجات القراءة اللي موجودة على القناة. الكاتبة الثانية اللي خيبت ظني بالرغم من إني أنا قرأت لها كتاب Good Women وعجبني اللي هو دانيال ستيل. دانيال ستيل في كتاباتها الكتب اللي قرأت لها هاي السنة أيضا خيب ظني. الكتاب الأول Rememberness واللي بيحكي عن فتاة بتخوض علاقات عاطفية، يعني كل علاقاتها العاطفية اللي خضتها وارتبطت فيها كلها كان عليها هيك بيك كروس، كلها كانت خطأ، كلها كانت فعليا خطأ واضحة من البداية. فهي يعني مش عارفة يعني مثال للامرأة الغبية، يمكن لازم تكون اسم الرواية stupidness مش rememberness. والرواية الثانية اللي هي perfect life اللي هي دانيال ستيل دايما عندها ان المرأة المثالية هي المرأة اللي بتكون جذابة، لازم يعني لازم ولا غلطة لا بالكسم ولا بالشكل، والمتفانية اللي عاملها وبتحب اسرتها كتير لدرجة انه هي بتخصص لأولادها افضل المدارس الداخلية، يعني لازم تزت الاولاد بالمدارس الداخليه لانها هي كثير بتحبهم وحتى بتروح تقضي معهم يوم في الاسبوع او الاجازات، فيعني هذا كثير من وقتها يعني انه هي كانها امراه مشغوله يعني. كمان الفكره
ما كانت بالنسبة لي مثمرة أو مميزة. الكتابين من الكتب اللي أنا بصراحة ما حبيتها. في كتاب آخر خيب ظني مش كتير، اللي هو كتاب حكاية جارية، كان عليه ضجة خاصة إنه عمل له مسلسل. ما حبيت طريقة الكتابة، ثقيلة جدا على النفس. تنين، البشر بصراحة مش محتاجين ديانة حتى يستعبدوا الآخرين، هن بدون إشي سيئي الطباع، يعني مش محتاجين إشي. فالكتاب يعني ما قدرت أتعاطف حتى مع الشخصيات الموجودة فيه. أنا قرأته على فكرة في العيد الماضي بعز القصف على غزة، فيمكن هذا كان احد الاسباب اني انا ما قدرت اتعاطف ابدا ابدا مع الابطال، انه شو اللي عم تحكوا، احنا شو اللي عم نعيشه. في كتاب خيبت انا ظنه كتاب اسمه الكون والفساد لارسطو طاليس، ما فهمتش ولا كلمه ولا كلمه. قراته 3 مرات، الفقره كنت اقراها 3 مرات، مره اقرا الشابتر الفصل وارجع اقراه مره اخرى. على كل يعني انا حبيت القي باللوم على المترجم الفرنسي العنصري اللي خصص اكثر من ثلث الكتاب حتى يحكي كيف انه الفلسفه مستحيل تكون طلعت من الشرق، حتى لو كانت كتب ارسطو طاليس والكتاب الاخرين كتبوا في الشرق، فهم انتقلوا اصلا للغرب وعاشوا بالشرق وهناك الفوا، اما الشرقيين لا، ما بيطلع عن عندهم الا السحر والشعوذه وما شابه. فهو كان متفلسفي كثير بالترجمة، لدرجة انه كان يعلم مثلا على كل جملة مثلا، وتتوقع انه رح يقدم لك شرح تحت، يعني اتليست قول يا عمي ايش يعني الكون؟ ايش يعني الفساد؟ انا فكرت الكون يعني هو زي كأنه الخلق، التكون، مش الكون. الفساد اللي هي فساد الاشياء وموتها وانتهائها. فيعني هدول المصطلحات البسيطة يعني، بس توصل نص الكتاب لحد ما تستوعب انت شو عم تقرأ. لا، هو كان يعلم على الجمل، وايش يقعد يقول؟ يقعد يقول كان من الممكن اني اترجمها هيك او هيك او هيك، لكن ارتأيت ان اترجمها هيك. نعم، يبدو ظن هذا الكتاب ولم افهم منه، يمكن فهمت منه جملة أو جملتين، لا أكثر يعني، يمكن. فهذه هي الكتب التي خيب ظني وخيبت ظنها. هلا خلينا نحكي عن الكتب المصورة اللي قرأتها. من الكتب المصورة اللطيفة اللي قرأتها في سنة 2021 كتاب اسمه، أو المانجا اللي اسمها أمان and his cat volume 1، العدد الأول. هاي المانجا حديثة، يعني أتوقع إنه يمكن بس نازل منها 2 فوليوم. هو عبارة عن رجل بتبنى قطة أو بيشتري قطة بعد وفاة زوجته، وبتنشأ بينه بهاي أو بين هاي القطة علاقة كتير لطيفة وحميمية وبتملي له وقت فراغه. فأنا حبيت الفكرة، وخاصة إنه إحنا في عنا في المنزل قط جديد عشقهم، مع اني قرأته انا قبل ما نجيب عشقهم. بترجع في بالي لحظات وانا بتعامل مع عشقهم من وقت للتاني عن هذا الكتاب. فواحد من كتب المانجا اللي هو امان اند هيز كات. من كتب التانية المصور ممكن احكي انه انا قرأتها في سنة 2021 اللي هو Avengers The Ultimate Character Guide، اللي هو الكتاب اللي بيحكي لنا عن كل شخصيات الأفنجرز والشخصيات اللي راح يقابلوهم الأفنجرز في حياتهم. بيحكي عن هاي الشخصية كيف نشأت، مقدار قوتها وما إلى ذلك، فإحنا بنتعرف عليهم. يعني هو ما بيغطي فقط شخصيات الأفنجرز، كل الشخصيات اللي راح يقابلها أبطال الأفنجرز في عالم الكوميك، مش بس في عالم الأفلام. وهي طبعا في الكوميك الأفنجرز بيقابلوا شخصيات كثيرة جدا. من المانجا اللي قرأتها ومش موجودة معي، أو من القصص المصورة، هي بالأحرى مش مانجا، اللي هي كتاب فلسطين بالستاين لكاتب أمريكي. هذا الكاتب راح على فلسطين في وقت الانتفاضة الأولى، وسجل رؤيته للأحداث بطريقته، يعني هو كيف كان شايف هاي الأحداث. والكتاب كان جيد، يعني الكتاب يعني اللي بيقرأه بيتعاطف مع القضية الفلسطينية، بس أنا أسلوب الرسم شوي ما عجبني، خاصة انه هو دائما راسم الوجوه غضبانة غضبانة غضبانة. يعني هاي الطريقة شوي كانت مزعجة بالنسبة لي وبالنسبة لتوصيل الرسالة. في بعض الاشياء، في بعض المعلومات مغلوطة كانت في الكتاب. يمكن مثلا هو مرة كان بده يحكي عن انه المبالغة قديش انه الفلسطيني مثلا اذا ترملت البنت او اتطلقت لازم يزوجوها، فحكى عن وحدة حامل وخطبوها اهلها، وهذا الاشي يعني بالشريعة عنا ما بصيرش يعني فعليا، انه كيف تتزوج وهي لساتها حامل. ففي بعض المعلومات غير دقيقة. من حلو بالنسبة لي اني كان اشوف الغرب كيف ينظر الى القضية، كيف لما نزل على الساحة وقابل الفلسطينيين شو المشاعر اللي انتركت فيه. يعني هاي بس الجانب اللي انا حبيته في هذا الكتاب. كنت حابة أقرأ لنفس الكتاب لنفس الرسام كتاب عن سراييفو،
وممكن ابحث له عن هذا الكتاب. المهم انا انبسطت كثير انه هذا الكتاب كنت ادور عليه من زمان ولقيته في المكتبه العامه، مكتبه عبد الحميد شومان. الكتاب الثاني اللي يعني من مفضلاتي من كتب الكوميك خلينا نقول، اللي هو كتاب Quiet Girl in a Noisy World. هذا الكتاب، هاي الرسامة أنا قرأت لها من قبل، كتاب عن حب القراءة، Book Love، كان من مفضلات السنة الماضية، وهاي السنة كمان قرأت لها هذا الكتاب. هلأ ننتقل لوين؟ لكتاب آخر ممكن أعتبره من الكتب المصورة اللي قرأتها، اللي هو كتاب هاري بوتر ما خلف الكواليس. كان كتاب لطيف استعرته من شومان. اللي بيحبوا عشاق هاري بوتر حلو إنهم يقتنوه، اللي مش كتير متعلقين بعالم هاري بوتر بس حابين يعرفوا عن الأفلام فيهم يستعيروه. فهذا كان من أحد الكتب اللي مرقت علي. هلأ نيجي على كونه عم نحكي عن أشياء مصورة، نيجي على أجمل الأغلفة. من أجمل الأغلفة اللي قرأتها كتاب كل الأشياء غلاف كل الأشياء لبثينة العيسى. أنا بحب الكولاج، بحب الغلاف يكون بهاي الطريقة معمول، بكره الصورة الحقيقية الواحدة الموجودة على الغلاف، وخاصة إذا كان صورة كاتب. لكن لما يكون الكتاب هيك كتير بحبه، خاصة لما نشوف غسان كنفاني. هذا الكتاب أو هذه الرواية كانت رائعة. كيف تجعل بثينة العيسى العادي غير عادي؟ بصراحة الشخصيات المش مميزة، بالعكس يمكن أنت تكره الشخصيات الموجودة في هذا الكتاب، لكن هي بتخليك تتعاطف معها، بتخليك تحبها، بتخليك تعيش الصراعات الموجودة في داخلها. فهذه الرواية وصلت لمفضلاتي. أيضا من أجمل الأغلفة اللي مرقت علي هاي السنة اللي هو غلاف كاسبر برنس أوف كاتس. زي ما أنتم شايفين الغلاف لطيف بجد، خاصة انه فضي، انا كتير بحب الفضي، وعكحلي كمان جاي من جوا كيف. فهذا كان من اجمل الاغلفة، هذه الرواية. والرواية الاخرى لنفس الكاتب ولنفس الرسام اللي هي رواية The Adventures Story of Odolf Steps. هدول الروايتين بطلهم اللي هو مش بطلهم يعني الابطال بيعيشوا قصتهم مع قط، وقدمت لهم مراجعة في فلوجات القراءة، في أحد فلوجات القراءة، وقرأتهم حتى بماراثون يمكن الميدل إيج. كانوا هدول الكتب لطيفين بس فيهم كتير تمجيد للغرب، يعني تمجيد لأمريكا بطريقة غريبة، يعني حتى أنا استغربت وقتها وقلت لكم مع إنه الكاتب بريطاني. بعد ما قرأنا هدول اثنين، في كان أيضا غلاف مميز اللي هو أوزما أميرة أوز، اللي هو باقي سلسلة أوز. فعلا كان غلاف الكتاب مميز، يعني هي بتدور القصة في أحداث أوز، أنا في أحداث عالم أوز. قرأت في 20-21 جزئين، أوزما أميرة أوز وأرض أوز المدهشة، اللي هو منعود لمغامرة جديدة في عالم أوز. بس توقفت عن القراءة لأني عرفت أن هذا الكاتب كان بنزل مقالات بيقترح فيها طرق وحشية لا إنسانية للتخلص من الهنود الحمر. في ناس كتير كانوا يقولوا لا مش هو اللي كان يكتب المقالات، هو كان بس رئيس التحرير تبع الصحيفة وكان تبعا لإلهم في هذيك الأيام، أنه ينزل المقال باسم رئيس التحرير. بس يعني حتى يعني أنت تتبنى هذه الاتجاهات، فقررت أني أنا ما أكمل السلسلة، وخاصة أنه هي بصراحة مش من مفضلاتي. كتاب آخر أثار فيه هاي المشاعر التقزز اللي هو كتاب المنزل الصغير في البراري. هذا الكتاب خلينا هيك نتخيل، أول إشي بيثير مع عندك مشاعر النوستالجيا، وبعدين الدار الأهلية مش مقصرة طبعاً بالألوان، يعني أنا شفته عند الغرب طبعات أبيض وأسود، لأ هوني مطبوع بالألوان يعني مميز. بس هذا الكتاب بيحكي عن استعمار أمريكا من قبل المستوطنين البيض، وحق طردهم للهنود وبعثرتهم في أي مكان فقط ببساطة لأنهم لا يستحقون، يعني مش راقين لهالدرجة لأنهم بيستحقوا هاي الأرض. هاي الأرض كتبت لنا، يعني بيستخدموا بالضبط نفس المنطق الصهيوني. تعرف المشاعر الإشمئزاز. الكتاب نوستالجيا، كتاب حلو، القصة ما فيها، هي بتروى عن طريق طفلة كمان، يعني عشان تحننك على الموضوع. وفعلا الكاتبة هي نفسها هذه الطفلة ونفسها عاشت هذا الإشي، ومن وجهة نظرها، وكيف الهنود المتوحشين كانوا يدخلوا على البيت وما غيره من الأمور. أما هم كيف كانوا يأخذوا أرضهم، كيف كانوا يطردوهم للشمال البارد، كيف كانوا يخلوهم يموتوا من البرد والجوع، كيف كانوا يأخذوا نسائهم ويستعبدوهم، كيف كان في تسعيرة على رأس الفروة الهندي على عكس ما كنا نعتقد. وهذا ما قلنا لهذا الكتاب اللي هو من أفضل ما قرأت من كتب التاريخ في 2021، أمريكا والإبادات الجماعية لمنير العكش. ناوية أقرأ له السلسلة كاملة، فعلا شيء مخيف قديش التاريخ محرف، لدرجة أنه الناطقين باسم الهنود في الولايات المتحدة الأمريكية يا جماعة حطيتهم الحكومة الأمريكية حتى أنه يصرحوا بحدود، يعني يجملوا
المجازر التي ارتكبت، يقللوا من أعداد الضحايا وما إلى ذلك. فيعني مخيف مخيف مخيف. هذا الكتاب حكيتها يمكن، بس تشوف أي أبيض بيحكي عن العنصرية وبيدعي إنه العرب همجيين، تصفقوا فيه على راسه وتقول له أقعد بالزاوية واسكت واسكت. عن جد تاريخ مريع مريع مريع، ما فعلوه ما فعلوه جد. رح انتقل للسير، اكمل بالسير. سيرة لبرغوثي اخر اللي هو مريد البرغوثي، رأيته رام الله، من اجمل السير التي قرأتها، ومش عارفة انا ليش تأخرت في قراءتها. عن جد كتاب رائع، قرأته مع صديقة لي ام مبارك من الانستغرام، فالكتاب جد مميز. بكيت بكيت بصدق في بعض المراحل، فالكتاب رائع. مريد البرغوثي كان يتحدث كوالدي، يعني كنت حاسس انه بابا اللي بيروي الحكايه، فكان هذا الكتاب مميز بالنسبه لي، انصح به اكيد. في عنا سيره ثانيه قراتها اللي هو انا ما لا استطيع ان اصفها بانها ثرثرات طفله صغيره شجاعه. كان نفسي ابوها يكتب كتاب، قد ما كنت حاسس انه وراء هذه الطفله رجل عظيم فعلا. هلا بعد انا ملاله ممكن احكي عن كتاب سيره ثالث اللي هو كتاب There is some things I've been dying to tell you. طبعا يعني هو تعبير ساخر لانه الكاتبه ليندا كانت تعاني من السرطان وكانت على وشك الوفاه، واعتقد انها توفت قبل ما تكمل كتابه الكتاب، يعني سكر بطريقه ما. هي ممثله ومذيعه بريطانيه، بعرفش الكثير عنها، فلذلك يعني تجربتها لما ذكرتها لم اجد فيها ما يغني حياتي بالقيم او بالافكار المختلفه. ننتقل هلا لكتب التاريخ. من كتب التاريخ اللي قراتها كتاب تاريخ الانباط، كان لطيف اني اتعرف على تاريخ الانباط والبتراء وما الى ذلك، وكتاب من منشورات وزارة الثقافة الأردنية، وهو كتاب مدعوم، وأعتقد أني أنا حصلت عليه في صندوق التبادل. كان في معلومات لطيفة عنه، حتى ذكرتها بالستوريزيات بالإنستغرام. كتاب ثاني كان لفراس السواح، أخيرا عدنا لقراءة أعمال فراس السواح، أرام دمشق وإسرائيل، بيحكي عن الرواية التوراتية، هل كانت صادقة وصحيحة مع التاريخ، يعني عم بقارنها مع التاريخ. فراس السواح لا يؤمن بالديانة اليهودية، فكان له وجهة نظر يعني جديرة بالاهتمام، بس بدك تاخذ هذا بعين الاعتبار وانت تقرأ هذا الكتاب. الكتاب اللي ممكن ايضا اعتبره تاريخي وعلمي في نفس الوقت اللي هو كتاب واثق وانابق، كتاب فرنسي لبرنارد جافي، ترجمة الدكتور احمد زكي، نفس مترجم ذهب مع الريح. الترجمة رائعة، الكتاب كتير لطيف، بيحكي عن تاريخ الكيمياء بس على شكل قصة. ببدأ بمين؟ ببدأ بتاريخ العلماء نفسهم وكل عالم شو اكتشف. ببلش معنا بالأساطير، بالأشياء غير المعقولة، بالنصابين في الكيمياء اللي كانوا ينصبوا على الملوك ويدعوا انه مثلا حجر الخلود او تحويل المعادن الأخرى الى ذهب، وبينتقل حتى علم الذرة. فهو بيروي بطريقة عن جد جميلة جدا، استمتعت فيه وكان من أفضل الكتب اللي قرأتها في 2021. من الكتب أيضا اللي ممكن نحكي عنه تاريخي ممكن اللي هو The Perfect Storm، لأنه عم يحكي قصة حقيقية لناس قضوا نحبهم في عاصفة ضربت السواحل الشمالية في أمريكا، وبالتالي توفى فيها عدد كبير من الناس، منهم الستة أو السبعة اللي كانوا على المركب اللي ركزت عليهم أو ركز عليهم هذا الكتاب، ومجموعة أخرى بالإضافة للمنقذين اللي كانوا في محيط هذه العاصفة. فهو كتاب صحفي تاريخي نوعا ما. من كتب الغير روائية الأخرى اللي أنا قرأتها بس ما حكيت لكم عنها اللي هو كتابين على ما أعتقد، كتاب العلاج السلوكي للطفل، رح أحط غلافه هون، حلو، موجود فيه خطوات عملية لخطط علاجية سلوكية للأطفال بيعانوا من مشاكل عدة، ممكن أحط الفهرس للمهتمين حتى إذا كنت بتحب هذا النوع من الكتب أو بفيدك أنك أنت تطلع عليه. والكتاب الثاني اللي هو كتاب الثقافة والمنهج للمسيري اللي قرأته أيضا في أحداث قصف غزة، ولقيت قديش عن جد هذا الرجل صحيح يكرر نفسه لكنه مثقف للغاية ويرى الموضوع برؤية واسعة شاملة. فهذا الكتاب فعلا أيضا كان من مفضلاتي أكثر من سيرته الذاتية أو السيرة غير الذاتية ليلو. فهذا الكتاب رائع، وقررت أني أحاول أنتقل لأقرأ الموسوعة. كنت حابب أكمل في حوارات بس لا، خلينا نقفز إلى كتابه الموسوعة. هلأ رح ننتقل لمين من الكتب التاريخية
اللي قرأناها للروايات التاريخية. من الروايات التاريخية اللي أنا ممكن أعتبرها اللي هي الإخوة كارامازوف، وأنا عملت خطأ فظيع اللي اعتبرت إنه الإخوة كارامازوف 4 أجزاء، فبإمكاني أن أقرأ الأجزاء منفصلة، وقرأت الجزء الأول وركنت البقية. فرح أحاول في المرات القادمة لما يحين وقت قراءة الإخوة كارامازوف إني أجمعها جميعا من الأول حتى الرابع لدستوفسكي لمرة واحدة فقط، لأنه هي فعليا قصة مش متسلسلة وإنما مجزأة الأرجح بسبب الحجم لا بسبب الأحداث. قرأت أيضا The Crystal Cave، هو بيحكي عن الساحر مارتن واللي كيف حيظهر في حياة الأمير آرثر. بتخلص القصة ولسه الأمير آرثر ما إجا، لأنه منركز من طفولة الساحر مارتن لحد تنبؤه بولادة الأمير آرثر. ما عجبتني النهاية الخاصة بالقصة، بس هي جزء من سلسلة فبالتالي لها أحداث أخرى. بعض الناس بتعتبرها فانتازيا، هو مارتن ما بيكونش ساحر فعليا، وإنما بعض الأحيان تتجلى له بعض الأمور وصير عنده شوية تبصر في أحداث ممكن تصير أو أحداث وقعت في مكان ما وهو في مكان آخر فقط. يعني فأنا ما قدرت أصنفها كفانتازيا، لقيتها إنها هيستوريكال بتكون أكتر. في كمان كتاب ستشرق الشمس، رواية للأطفال لتغريد عارف النجار. هذه الرواية بتحكي عن الأحداث السورية، جميلة الرواية لا بأس بها، لكنها تتحدث عن الأحداث السورية بشكل كبير من الحيادية. التحيز الوحيد اللي كان فيها للأسف كان ضد الناس الساكنين في المخيم، يعني بينت أنه أهل المخيم خاصة في لبنان كتير يعني مستائين من استقبال اللاجئين السوريين لما يجي عندهم، أما باقي الأشخاص سواء كان المسلحين ضد النظام أو النظام أخذت الموضوع معهم بحيادية. فما بعرف، بحس أنه أنت عم تكتب رواية يفترض نتخذ هذا الموقف الجامد من الحيادية. يعني لا، في صح وفي غلط ببساطة، يعني في صح وفي غلط في المسألة السورية، يعني البعض بتحمل أخطاء أكثر من البعض الآخر، فلذلك ربما لم ترق لي بسبب هذا الإشي. رواية تاريخية أخرى ما كنتش متوقع أبدا إنها هيك، قد شغفها حبا لنردين أبو نبعة. هاي الرواية جماعة طلعت عم تحكي عن يحيى عياش ومحمد الضيف، عم تحكي فعليا عن تاريخهم. فإذا ما بتعرفوا يحيى عياش ومحمد ضيف مش عارفة شو بدي أحكي. الرواية تاريخية أخرى اللي هي كانت ليلة غزو دمشق، مش عارف لماذا تم اختيار هذا العنوان لها، كيما تم غزو دمشق في تلك الليلة. هي رواية أسوأ من موضوع الحيادية، كانت حسيت فيها يا جماعة تمسيح جوخ زيادة عن اللزوم، لأنه كان فيها أشخاص ما زال أهلهم يحكمون هنا وهناك، فبدناش نزعل حدا وإحنا عم نكتب الرواية. بدون تعليق للي وراء نروح على الفانتازيا ونسيبنا من التاريخ. من الأعمال الفانتازيا اللي قرأتها كانت المتوحشون، جزء من السلسلة اللي هو قرأنا منها رفيق الغربال. الجزء الثاني بيحكي عن الذباب، بس هذا الفاكريتو. جزء ثاني من سلسلة، أتوقع أني أنا أكيد أني أنا نزلت لكم مراجعتها في القرآن، لأنها كانت من أول قراءة سنة 2021. كمان قرأت من كتب الفانتازيا كتاب مابل جونز العجيبة وكتاب يوم الفناء، وسكرنا السلسلة تبعتها. كان أسوأ كتاب بالسلسلة، لكن السلسلة يعني لطيفة بالنسبة إلي. أوكي، قلت لكم هي بتكشش شوي، فيها أشياء مقرفة، بس يعني أتوقع أنها تناسب الأطفال اللي بحابين يبلشوا بالقراءة، لأنه الصفحات فيها فراغات كتير وفيها رسومات عجيبة وغريبة، وذات السلاسل أتوقع اللي أخرجت السلسلة فمحتفظة بالتصميم الأصلي للكتاب، فبيقرأ بطريقة ممتعة وهو يروى أصلاً صدقاً بطريقة ممتعة. في كمان كتاب كورالاين نزلنا له مراجعة منفردة. في كتابين من عالم المومين، مآثر بابا المومين وصيف المومين، موجودين في فيديو خاص عن المومين كامل على القناة. كتاب آخر قرأته فانتازيا أمير اللصوص، ممكن اعتباره فانتازيا. نعم هلأ تذكرت، ممكن ما تظن أنه كتاب فانتازيا حتى تقرأ الأجزاء الأخيرة من الكتاب. الكتاب لطيف على فكرة، وهو كاتبة إنك وورد نفسها من ألف هذا الكتاب، فيمكن نحكي له مراجعة لما بنحكي عن عالم إنك وورد نفس الوقت. في كتاب شادو لاندز، هو كتاب موجه للأطفال. أنا للأسف ما لقيت غير الجزء الأخير من السلسلة التابعة للسلسلة الأصلية واستمتعت فيه، ذكرني بعالم الهوبت، فناوي إن شاء الله أبحث عنه، لكنه هو
out of print. توقفت طباعته، هاي عشكم اذا عم تسمعوا صوت بالخلفيه، توقفت طباعته. ف ما الي الا سوق المستعمل اجرب ادور فيه. وفيها كتاب اللي هو The Cruel Prince، اللي هي روايه فانتازيا بتحدث في عالم الالف، بحيث انه بيجي شخص من الالف بقتل والد وام ثلاث فتيات وبختطفهم وبحطهم في هذا العالم. جود احدى الطفلات التوأم في هذا العالم، في واحدة كبيرة وفي اختين توأم، بتحب كتير هذا العالم، تتعلق فيه وبتحاول انها تحمي اسرتها في داخله. قرأت مجموعة كبيرة من الكلاسيكيات بس معظمها كان مستعار او صوتي. اموك لستيفان زافيك، على فكرة يستحق فيديو خاص بكتاباته، بلكي بس قرأت له اكتر عملت لكم فيديو عنه حلو، اللي هو مترجم باسم اخر او هو معنى الكلمة سعار الحب. حلو الكتاب فعلا. كتاب جزيرة الكنز خيب ظني شوية لأنه جون سيلفستر مش زي الشخصية اللي احنا شفناها بالكرتون، بس بتقدروا تشوفوا له مراجعة على القناة في يوميات القراءة. وفي عنا حول العالم في 80 يوما، استمتعت فيه، ما توقعت انه هو مكتوب بهذه الطريقة من الأحداث وانه فيه مغامرات بهذه المتعة. ونانسي درو ممكن نعتبر كتابها كتبها اثنين او مغامراتها اثنين من الكلاسيكيات. الكوخ المحترق يمكن كان اسمه، والدرج السري، ودائما بيكون عندها الحل بعنوان القصة، فممكن احنا نعتبرها من الكلاسيكيات. هي قصة مغامرات بسيطة ممكن توجه للناشئة. شو ضل عنا؟ ممكن نحكي عن الروايات الحديثة اللي احنا قرأناها لكل الأعمار. مثلا في عندي كتاب اللي هو بكل معنى الكلمة كاسيدي، اللي بيحبوا كتب المذكرات، الأطفال بيحبوا كتب المذكرات. بكل معنى الكلمة كاسيدي كتاب لطيف، أفضل على فكرة من مذكرات طالب، يعني حبيته أكتر وممتع كان أكتر، وكان من مفضلاتي. وفي عنا كمان مختلف، رواية من مأخوذة من الأدب الألماني، إلها مراجعة على القناة. في المنور، المنور لجوزي سراماغو، رجعت لأقرأ له المنور كأنه عم يحكي حكاية مصرية، هاي العمارة والناس اللي عايشين بهاي العمارة أو بهذا المنور، كأنك عم تقرأ لنجيب محفوظ، قلم محفوظ في الكتابة التعبيرية العربية، كتير أجمل. من الكتب اللي من مكتبتي اللي هو كتاب فتاة البرتقال لجوستيان غاردنر، هذا الكتاب قرأته في لحظات صعبة في حياتي. شخص بتوفى في هذه القصة بترك أوراق لابنه يقرأها بعد زمن، فتمنيت إنه الشخص اللي فقدته ترك لي شيء أقرأه فيما بعد، فكنت مؤثرة بالنسبة لي. في كمان اللي هو الرحلة العجيبة للفقير الذي ظل حبيسة خزانة آيكيا، كتابة من الأدب الفرنسي. تلاحظ يعني الأدب الفرنسي هيك له يعني له نكهة مميزة، انه عم تقرأ انه عن جد اشي ادب فرنسي. في كمان كتاب فتاة من ورق، كتاب اخر لغيوم ميسو، حقق المتعة اللي انا كنت بدي اياها. هو بيحكي عن كاتب بتصيبه سدة الكتابة، بيحاول انه يسترجع قدرته على الكتابة، فبتظهر له احدى شخصيات كتبه اللي تجبره على كتابة كأنه الجزء الاخير من الرواية. في كمان كتاب الابادة اللي هو لكاتب اردني، الكتاب ما عجبني على الإطلاق بصراحة، بس مع ذلك ناوي أقرأ لبهاء الغرايبة مرة أخرى. الفكرة لأنه والله تمجيد الغرب هاي والغرب أحسن منا، مش عارفة ليش موجودة عند الناس. لا يا جماعة، هي في بس حكومات فاسدة وحكومات غير فاسدة، أكيد الفاسد هو السيء يعني، بس مش معناته أنه الغرب هو الأحسن ببساطة، يعني ما فيش أحسن وأسوأ، في فاسد وفي غير فاسد. بس هلأ آخر واحد فيهم أو آخر كتاب رح نختم فيه اللي هو Curious Incidents of Dog in the Night Time. هذا الكتاب بكتبه طفل مصاب بالتوحد، طبعا الكاتب مش مصاب بالتوحد بس الكاتب يعني عنده خبرة بهذا الموضوع. معلمة الطفل بتطلب منه أنه يكتب هاي الرواية بعد ما توفى كلب الجيران بطريقة غريبة، فبيبلش يسجل هذه الرواية. كانت مؤلمة إلي جدا، الله يعينهم أهالي أطفال التوحد، الموضوع مش بهذه السهولة على الإطلاق. لما بتقرأ قديش الصعوبة مش إنه يستوعب ما حوله، الصعوبة إنه يستوعب المشاعر الموجودة في ما حوله. هي كانت بالنسبة لي من أصعب الفقرات اللي أنا عم بقرأها، فالكتاب جيد يعني، كتاب ممتاز بنصح في قراءته. هيك إحنا بنكون خلصنا. أتوقع إني عرضت 96 كتاب، ممكن يكون تفلت واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة وأنا عم بعرض، فمش مشكلة. هيك بنكون خلصنا، لكن بوعدكم
انه على مدار السنه راح احاول انزل مفضلات يعني 2021 بتفصيل اكثر، وانزلها في سلسله الحصاد حتى تقدروا تستفيدوا منها وتطلعوا عليها اكثر. شكرا لصبركم، اذا وصلتوا لاخر الفيديو حطوا لنا ايموجي صباره لانه الفيديو طويل، لانه انا ما شاء الله طولت كتير 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 لحد ما فكرت اني اعمله. بس دمتم بخير، خليكم ايجابيين، حققوا احلامكم، ورب اغفر لي ولوالدي، رب يرحمهما كما ربياني صغيره. سلام.